السلام عليكم، سادية الدوش، رئيسة جمعية صدقة جارية. الجمعية اللي كتوجب مدينة تشيرة وكتشتغل على صعيد مدينة أكادير والنواحي جميعا. حنا اليوم في دار العجزة، دار التكافل في أيت ملول، فهاد البادية اللي هي مشاركة إفطار صائم مع النزلاء ديال هاد الدار، والهدف منه أننا بغينا نحسوهم شيئا ما بالدفء الأسري والدفء العائلي، واخا ما غاديش نوصلوا ليه، ولكن على الأقل نحاول نتمنى سبحانه وتعالى أننا يوفقنا، نحاول اننا نخفوا عليهم شيئا ما الوحده، نخفوا عليهم ذاك الحرمان اللي عندهم من الدفء الاسري. وهذا فقط بالانشطه اللي كنديروا في رمضان. درنا ديجا قفف رمضانيه، ومازال عندنا افطار للطلبه وعابر السبيل، ومازال عندنا ان شاء الله كسوه العيد غادي نختموا بها هذا الشهر الفضيل، غادي تكون ختام الانشطه الرمضانيه. وكاين انشطه اخرى، وكاين انشطه اخرى ثابته عند الجمعيه، مثلا عندنا الاضحيه، عندنا الكتب المدرسيه، عندنا اجراء العمليات الجراحيه، عندنا الادويه، شراء الادويه، عندنا قوافل تضامنيه، عندنا اصلاح مدارس. هادو من بين الانشطه تقريبا اللي ثابته عند الجمعيه. وكيكون انشطه اخرى، مسابقات، كيكون انشطه عده يعني متنوعه. كنحاولوا نشتغلوا في جميع مجالات الخير، فيما كان شي خير كنشتغلوا فيه، وكنتمنوا من الله سبحانه وتعالى القبول. وكنشكروا بزاف المحسنين الداعمين اللي دايرين فيهم اللي دايرين ثقتهم فينا، هذه شي حاجه عظيمه بالنسبه لنا. نسال الله سبحانه وتعالى نكونوا دائما عند حسن ظنهم بنا. السلام عليكم، معكم أمينة جعا، أمينة مال جمعية صدقة جارية وعضوة كذلك. اليوم جينا نديرو نشاط اللي هو إفطار مع أمهاتنا وآباؤنا باش نفرحوهم، وفي نفس الوقت يعني نكونوا ولادهم ونكونوا بناتهم، وما يبقاوش دائما يفطروا دائما بوحدهم. جمعية صدقة جارية ما كديرش فقط غير إفطار فقط، كدير أنشطة أخرى كترميم مدارس، قافلات، توزيع قفاف، أضاحي العيد، وكذلك كسوة العيد كذلك إن شاء الله. كنديروا كذلك حفر آبار، وإن شاء الله مساجد كذلك إن شاء الله بإذن الله. هذه المبادرات في إطار النهوض بالأعمال الاجتماعية والأعمال الخيرية، وكذا تشجيع الشباب على القيام بمثل هذه الأعمال الخيرية. وهذا النشاط عبارة عن إفطار في دار العجزة بأيت ملول، والذي نروم من خلاله إدخال الفرحة والسرور على هؤلاء الناس، ونتمنى من الله عز وجل التوفيق.